السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نصائح لبيع الشقة. تريد بيع شقتك ومحتار، لك 5 نصائح سهلة جدا. غادي نبداو بالنصيحة رقم 1، قم بجولة في الشقة ديالك. نعم، جولة تفقدية دقيقة. بعض الأشياء لا تراها ممكن أن تساعدك، مثلا السيراميك أو الزليج. السيراميك أو زليج الشقة قم بتنظيف، خصوصا الجوانات أي فتح ما بين السيراميك. هناك مواد تنظيف خاصة لهذا العمل، خصوصا الحمامات، لتصبح جديدة. كن على يقين أن غادي تعطيك رونق للشقة ديالك. نصيحة رقم 2، الترتيب والتغيير. قم بترتيب خصوصا المطبخ والجدران. اعمل على إزالة كل ما هو زائد من المطبخ حتى لا يدوم تراكما وحتى يدوم التزايد. الجدران مازال تلعب دور كبير، كثرة الديكورات تأخذ من مساحة الشقة. إذا كان ممكن تغيير مصابيح الإنارة من الصفراء إلى البيضاء، فهي تعطي مساحة أكبر للنوم. المساحة واضحة، خاصها تكون الزاوية. النصيحة رقم 3، تقنية ما قبل البيع. قم بأخذ صورة للشقة بطريقة احترافية واضحة، لا تنعكس فيها إضاءة الشرفة أي الشرجم، تمام، ما يدخلش الضوء. إذا كان ممكن أغلق الشرفة وقم بالتصوير على إضاءة المصابيح البيضاء، تعطي رونقها وجمالية أفضل. قم بالتقاط الصور وأنت جالس، تدير جالس حتى يتسنى لك أخذ الصورة أو سعي لأجل الرؤية. كتاخذ صورة حسن وأنت جالس، والصور كعرف أصبحت ضرورية. النصيحة رقم 4، ثمن البيع. لتحديد ثمن البيع يجب معرفة الأثمنة المحددة من طرف الجهات المختصة. هناك أثمنة مرجعية محددة لكل مدينة والأحياء المتواجدة بها. يمكن الاستفسار عن طريق متخصصين في الميدان المتعلق أو وكالة عقارية مهنية التي يشهد لها بالكفاءة لتقوم بمعاينة العقار، ماشي مثلا سمسار ديال الزنقة ولا مثلا ناس اللي معندهمش كفاءة ولا الخبرة باش يقيمو لك الشقة ديالك. نشوفوا الآن النصيحة رقم 5، هنا كيفية البيع بطريقة انترنت. تضع إعلانات مرفقة بالصور على مواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع. من الأحسن أن يكون نص الإعلان صغير سهل حتى يتلقى ترحيب. لا تكثر من سرد الإيجابيات لترك الحكم للزبون. وبالتوفيق إن شاء الله، ونتمنى تكون عجبتكم هذه النصائح وغادي تفيدكم إن شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا.